السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين جينا حق شرح الاختلافات. عندنا يوراغان 2 ويوراغان 3. بس أول شيء بنوه يا شباب على نقطتين. شباب دائما الكتالوج اقرأ اقرأ، على الأقل على الأقل على الأقل صور شوف الأحمر. بس الحين بيكم على نقطتين مهمين أساس كل واحد يفهم. اول شيء ني حق براغي السبطانه، شوف كاتب لك رقم هذا، كاتب لك يما ماكس لويد التونج 4 ان ام عندك التونج، يعني حاول، يعني قاعد يقول لك اربعه اربعه يعني ولا شيء تسكيرا، ما مو لازم تفهمها، مو لازم تفهق القطعة هذه، فهمتوا؟ أنا حطيت لكم هذه، حطيت لكم فيديو يوم إني يوم كسرتها، كسرتها على 60 60، يلا انكسرت مات الماكينة. فحاول إنك تشتغل على وصف المصنع توك عادي، يعني إذا هو 4 نم يعني بالألينكي من فوق. القطعة الثانية اللي هو حاط لك بعد عليها التوك، راح نجيكم الحين بعد في واحدة نشوفه وين اي قدام القطعة. اتوقع لما تدش هذا كم رقم هذه، اي براغي 90، شوف لمية حاط لك ياما هني بالاسود مغمج لك عليهم. قلنا البراغي مالت الماكينه وهذولا يعني 4 ان ام. اوكي تيه هني على 90 اللي هم البراغي هذولا، الحين راح نشرحهم. البراغي اللي هني راح يجون الحين، هذا صار قطعتين. البراغي هذولا كاتب لك يم البغي التسكيره مالته من 5 إلى 6، كان الله من 5 إلى 6 كان الله غفور رحيم لك. هذا الغوي ما منه فائدة، ما راح يضيف لك ولا راح يزيد لك. الحين خلني قلنا بالتغييرات ريجليتر على السريع، القطعة هذه وهذا البيم مالها، ها لما تيه هني الماكينة الحين البلف صار قطعتين، قبل قطعة واحدة، ولما بتي تفك لازم تفك المصجمة هذه كلها، يعني تطلع هذا كله وتفك القطعة هذه عشان تطلع مثلا البلف. الحين لا، الحين عندك اتجاهين، اما انك تفتح البلف من البغي هذا خلاص بعيد عليه، او انك اذا تبت يعني تبت تبدل غبلة او في شيء ثاني تفتح القطعة هذه، وراح نشرح طريقة الفتح كله. لما نيجي في الجهة الثانية تغييرات هني هني، لاحظ قبل القطعة هذه هي اللي تنتش المطرقة، هي اللي توقف المطرقة، لاحظ هنا هي اللي توقف المطرقة، حاليا هي اللي توقف المطرقة وتطلع تقدر تطلع المطرقة من هنا. حاليا المطرقة هذه ما تطلع الا لما تفك البغيين هذه، طبعا انت مو بحاجة انك تطلعهم، بس انا اقول لك حاليا الحين لغت القطعة هذه، يعني اللويد خف، النتشة نفسها من نفس الماكينة يعني من نفس المطرقة. لاحظ هنا القطعة هذه ويا القطعة هذه اختلفوا، انتشت الحين ما في القطعة اللي لا، المطرقة نفسها، المطرقة نفسها هي فيها حافة هي اللي تنتش لك هني، كان لا لما ترجع للسان هذا الصغير هو اللي يوقف لك المطرقة يشيل لك اياها. يعني الحين قلنا ابرز الاشياء، قلنا هذا الحين صار قطعتين وما تفكه، وكاتب لك هنا ما تفكه الا لما تكون مفضي اللي هو البلينيوم. الحين بسكر الفيديو وبشيل هذه ونفتح هذا ويا بعض، شوف شنو طريقه الاسهل. الكل عارف طريقه تبطيله هذه، يعني قبل هذه مثلا لما تبي تبطل الماكينه لازم تبطل الوغي هذا وتبطل هذا وتسحبه وتشيل هذا او تشيل هذا وتفوق الماكينه على اساس مثلا تيجي حق البلف تفتحها من هنا.
الحين هنا صار كل شيء ان شاء الله اسهل. بطفي ومد يجمع العدة وافتح هذه بروحه. بس بشوف كم صار الفيديو اذا هذا راح. بس انا كان تنويهي على التسكيرة القوية. وهذا البغي اللي قلنا لكم عنه اللي هو الطريقة هذه ودش يمسك هذه. طبعا حق القياسات والعيارات الطريقة هذه وايد افضل، ما تخطي فيها يعني. بوقف وارجع لكم.